كذا ولا كذا. تمام. اقول لك كذا ولا كذا من غير عواطف من غير حسابات، هتختار الاقرب ماشي. لقلبك او عقلك يعني. تمام. مالك مكسوف ليه؟ اصل انا ده عكس شخصيتي انا في العادي. ما انا عشان كده مستمتع بقى بتلذذ. انا في العادي بحب اجامل يعني. ما انا بقى عايزك تبقى قاطع عكس شخصيتك خالص. تمام. رشدي اباظه ولا احمد عز؟ انا عارف انك بتحب. شفت صعب السؤال. صاحب احمد عز قوي. لازم تختار احمد عز. احمد عز. معلش انا اسف. لا لا ما انا ما عشتش ايام رشدي اباظه ومش هيزعل مني. هو الله يرحمه. الله يرحمه. لكن عز هيزعل. احمد حلمي ولا منى زكي؟ احمد حلمي. كريم عبد العزيز ولا احمد السقا؟ نهار اسود قصدي فيها ضرب. كريم عبد العزيز. يا ده انت هتضرب قوي. ما انا هقول لك. ما انا قلت لك كريم كان هياخدك قلمين، انما السقا هيفرغ فيك. ايوه ايوه السقا ده. اوكي كريم عبد العزيز. خالد صالح ولا عادل ادهم؟ عادل ادهم. ياسمين صبري ولا رامي صبري؟ ايه ده؟ هو عشان صبري فبقى هقول لك. هقول لك ياسمين صبري ولا ياسمين ولا سمير صبري؟ ولا رامي صبري؟ سمير صبري. سمير صبري. احلى حاجه. محمد صبحي ولا سمير غانم؟ سمير غانم. سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ خالد الصاوي. انا ولا المليجي؟ هو مفيش ده مفيش يعني مش مفيش مقارنه. فاهم زي ما تقول احمد عز ولا اسس. مش قصدي بقى مش بظلمك. لا انت كده بتظلم المليجي. لا لا مش يعني انت هتحط المليجي مكان اسس برضه؟ لا الله يرحمه. صح. يبقى انا ولا المليجي؟ انت. اشرف عبد الباقي ولا حلمي عبد الباقي؟ ايه ده؟ لا ولا فكرت اللي هو اختار. ايه علاقه ده؟ اختار اشرف عبد الباقي. سليمان عيد ولا يوسف عيد؟ لا عم يوسف عيد. اسماعيل ياسين ولا علاء ولي الدين؟ وهنا بقى المقارنه في القبول الرباني للغريب. اسماعيل ياسين. مع اني بعشق علاء ولي الدين الله يرحمه، بس اسماعيل ياسين ده ما يقارنش باي جيل يعني. مش غريب. اه اسعاد يونس ولا تميم يونس؟ اللي هو قريب يعني. يا استاذ اسامي. يا استاذ ارحمني انت عارف ايه صعب. يا استاذ قول لي. ايوه هي المقارنه اصل ملهاش اي علاقه. قلبك قال لك ايه؟ اول ما السؤال اسعاد يونس. انا اصلا اول ما قلت اسعاد يونس كنت هقول اسعاد يونس. شفت ما اعرفش من نفسك. لميس الحديدي ولا منى الشاذلي؟ فعلا خسرتك ناس كتير. لا اسعاد. اسعاد يونس. اسعاد يونس. لا لا وخدنا اجابته على لميس الحديدي ها ومنى الشاذلي قال اسعاد يونس. لا منى الشاذلي. منى الشاذلي. مع احترامي يعني. منى الشاذلي. اللي فاتت كانت لذيذه جدا الحمد لله. اللي جايه بقى زيها بس عايزك اسرع. ماشي. انا هقول كلمه واحده. الاحساس اللي جاي لك لما انا قلت الكلمه هتقوله. التمثيل متعه. المانجا تحفه. الكوميديا بهجه. الزحمه دوشه. الاهلي حديد. يوم الثلاث تقيل. المهرجانات بترقص. الضلمه رعب. فيفي عبده. خمسة موا. كلمة معلش. بتريح. الغباء كتير. منى زكي عظيمة. كريمة مختار أمي. المؤوحة أنا. الزمن غدار. محمد كريم بالبورنس. أقول كلمة وحشة مش عارف أقف كلمة مش عارف. بس مش قصدي والله حاجة يعني. أنا مش عايز غير اللي حصل ده. خلص السؤال. التكييف